سؤالكم، دشنا وزير الصناعة هذا بحال الأسبوع هذا مصنع كبير لإنتاج الأثاث المنزلي بطرق حديثة، يعني وكذلك الأثاث اللي يستعمل كثير في المكاتب والإدارات. إذن تم تدشين مصنع ضخم في ولاية الجزائر العاصمة في منطقة ولاد فايت، إذن متخصص في إنتاج الأثاث العصري. هذا الاستثمار الهام يعني هو في الحقيقة، لأنه علاه؟ لأن هذه المنتوجات نحتاجها كثيرا، وهي تمشي متوازية مع التطور العمراني والبناء بصفة عامة. فالأثاث هي صناعة متوازية مع التطور العمراني و يعني ازدياد في عدد البنايات بصفة عامة، فالأثاث يتماشى مع هذا الحركة العمرانية. نخليكم تتابعوا الفيديو حول إنتاج الأثاث نتاع المكاتب ونتاع المنازل في الجزائر طريقة عصرية، إذن يعني بأقل استعمال للمادة الخشب اللي احنا نعرفه باللي الأثاث بالطريقة التقليدية يستعمل الخشب كثير فيه. هذه يعني فيه مواد جديدة تستعمل في إنتاج هذه الأثاث هذا. إذن أترككم تتابعون عملية التدشين نتاع المصنع هذا، والسلام عليكم. أود في البداية نشكر أصحاب المصانع اللي زرناهم اليوم، خلتنا وقفنا على ما هما قدرات الصناعة في المنطقة هذه. اليوم غيرنا شوية، يعني شفنا مصانع اللي ماناش موالفين نشوفوهم، الحمد لله نجد سعيد، لأن الأشياء اللي شفناهم تفرح وتخلي عندنا أمل باش نقدر نتكلم ونقول عندنا يعني دي موبل، وعندنا البابي هذاك بلوتو لو تيسو النونتيسي، هذه كل تخلينا ان شاء الله متفائلين. ولكن نطلب من الجميع تكون فيه مجهودات اكثر باش نخلي نخلق مناصب عمل جديده اللي محتاجه بها البلد، وباش نخلي كذلك ولاية الجزائر تقعد ولاية نموذجية وقدوة لكل المنتجين.